السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة ديال مروكان لاونج، البرنامج اللي كيجمع ما بين الشباب والثقافة. اليوم معنا ضيف جد مميز، خالق الجدل، متعدد المواهب، وليه أول عمل مغربي في منصة ديال نتفليكس، سيدي فالونتان. مرحبا بك سي هشام. شكرا على الاستضافة. سي هشام العسري واحد الشخص اللي مميز بزاف، غني عن التعريف طبعا، ولكن كيفاش أستاذ هشام العسري كيوصف لنا راسه؟ انا واحد لا تنظن بان ماشي ضروري نوصف راسي. انا بالنسبه ليا انا كنبقى تلميذ، يعني كل حاجه كنحاول نديرها كنحاول نتعلم باش نديرها، وكنديرها وكنتعلم منها، دونك كندير فيها اخطاء وكندير فيها بزاف تاع الحوايج. دونك انا بالنسبه لي حاولت تبقى عندي ديك الفكره تاع بان ما هو ثقافي ما هو فني ما هو ابداع، ديما خصها تبقى عندنا ديك الفكر المونتاليتي تاع ان ستوديون، يعني باش دير شي حاجه ولا تكتب خصك دير بحث، خصك تخدم، ما تجيش بهذيك الفكره بانك تعرف. وهذه بالنسبه لي لا في الافلام لا في الاخراج اكسيتيرا، ولا في الكتابه ولا في الروايات ولا في الرسم. انا بالنسبه لي الا ما كانش واحد تشالنج، يعني ماشي بلاش، لما كانش تشالنج كان واحد تحدي للذات والنفس، كل مره كاين تطور، كل مره كان ابجريد ولا ابديت ولا شي حاجه، بلاش تي وان باجلس في شيموان نتفرج في الافلام ولا شي حاجه اخرى. دونك انا هذه هي الفلسفه اللي حاولت نمشي بها من الطفوله تاعي، ديما نكون في واحد طريق البحث، طريقة الإبداع، طريقة تجربة، بعد مرة كنغلط، بعد مرة كنتودار، بعد مرة إكسيتيرا، ولكن عموما تكون ديما واحد العقل ديما تكون خدام والأعضاء كاملين. دونك سي سا، هذا هو اللي كنظن اللي الحاجة اللي هي كانت ديما مهمة ليا وباقا مهمة دابا، وكتبين الفرق باغابوغ الأعمال تاعي وباغابوغ أوسي زعما المسار تاعي كنسميوها كوم سا. ذكرتي لنا انك ذكرتي الروايات، ذكرتي الافلام، ذكرتي بزاف ديال الحوايج، يعني متعدد المواهب، ولا جينا نوصفوا هشام العسري في كلمه، شنو غتكون هذه الكلمه هذه؟ لا غير باش نفهم تيبو، ماشي متعدد المواهب، حيت في المغرب كتقول متعدد المواهب هي سبع صنايع ولا سقضايع. بالنسبه الكتابه الفيلميه والكتابه تاع الروايات والكتابه تاع المسرح هي كتابه، يعني حاجه وحده. انا بالنسبه لي بحال قلتي الجدر تاعها حاجه وحده، وابخي كاينين تفرعات، يعني كاينه فكره اللي كتجيني كنحس بها بانها غتكون قصه قصيره ولا غتكون فيلم ولا غتكون مسرحيه ولا غتكون روايه ولا غتكون جرافيك نوفل. انا بالنسبه لي كنحاول نكون متفق مع راسي، حيت انا صامفي بزاف الخدمه، حيت ما كنخدمش غير بحاجه وحده، كنخدم بزاف تاع، ولكن بالنسبه لي في البدء هو ستوري تيلينغ، يعني ملي كنجيو تنهضروا يعني انا كنخدم في الستوري تيلينغ، يعني ميم دابا ملي كندير الاشهار لا ستركتور اللي صايب سميتها ستوري تيلينغ اند بيوند، يعني ما بعد ستوري تيلينغ. دونك بالنسبه لي هي حاجه هذه المهمه، يعني ماشي ضروري نقولوا كنديروا بزاف الحوايج، حيت الا كنتي كدير بزاف الحوايج كتسمى ديليتونت، كتسمى واحد بحال هوايه ولا شي حاجه بحال هكا، الوغ ماشي هوايه بالنسبه لي، هذا لا باسيون تاعي، سي ميم با خدمه، سي لا باسيون تاعي. وهاد لاباسيون بديتها ملي كانت عندي 16 عام. دونك هذا اش كيعني؟ كيعني بانني ملي بديت صغير بديت كنرسم، بديت كنقرا بزاف الكتبه، بديت كنتفرج بزاف الافلام، كنكتب على الافلام، حيت انا الاول حاجه درتها ملي كنت كان عندي الشغف بالافلام هو اني كنت كنتفرج في اي فيلم وتنكتب عليه جوج صفحات، واخا الفيلم يعجبني ولا ما يعجبنيش ولا نتفرج في النص فيه ولا شي حاجه. ومن هنا بدا واحد الفكره كيفاش كتشوف الافلام بطريقه مغايره، ماشي غير كنشوفها، حيت كاين واحد الفرق كبير. بحال قلتي الا تفرجتي كتفرج وكتنسى، الا جيتي وخصك تكتب بحال قلتي ان ديفوار تاع دو باج ولا تخوا باج، كتولي كتفكر بطريقه اخرى في الفيلم وكتولي كتفرج بطريقه اخرى، يعني ما كتبقاش تشوف غير الشخوص والحوار، تشوف ما وراء لو سب تكست اللي هو مهم بزاف في الابداع، لو ديسكور لو سو ديسكور لو ميتا ديسكور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بالنسبه ليا هو عمل، وكل مره لقيت راسي كنلقى شي حوايج اللي هما كيفهموني شكون انايا، باسكو هذه هي القوه تاع الاعمال الفنيه، هي كتفهم ماشي العمل الفني كي كتفهمه هو كيفهمك شكون نتايا. دونك فوالا، هذا هو، ما جاوبتكش على السؤال ولكن حاولت نعطيك واحد تطوير للسؤال الاول.
هذا جواب حسن من داك اللي كنت كنتوقع، ولكن كيف قلتي عندك بزاف ديال لي باسيون، بزاف ديال الحوايج، وهذه واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف عند الشباب. الا عندك اكثر من اهتمام واحد، كيفاش نقدر نلقى الوقت لكاع هذه الاهتمامات؟ يعني انت من التجربه ديالك، عندك مثلا كتقرا 50 صفحه في النهار الا سمعت مزيان، وبزاف ديال الامور اخرين، افلام، اشهارات، مسلسلات، كيفاش كتقدر توفق ما بين هادشي كامل؟ تنظن هو سي سي شويه لا ديسيبلين، وخاص غير شويه لا ديسيبلين. شو انا بالنسبه ليا كنحاول نوظف الساعات تاعي بطريقه سميتو، يعني كنفيق مع الصباح، كندير دي كروسفيت، كنقبل الكتابه، القرايه، اكسيتيرا اكسيتيرا. خاصها تكون الى ولفنا على هذا النظام هذا كنقدروا نكتبوا. حيت في الكتابه الصعوبه تاع الكتابه شنو هي؟ هو انه سي واحد لاكتيفيتي اللي كتكون سوليتير، كتكون غير بوحدك انت وراسك، ما معك حد، معك غير صفحه بيضاء ولا لورديناتور ولا شي حاجه. الا تحديتي هذيك الوحدانيه تاع الكتابه كتخلق لك واحد القوه اللي مهمه بزاف. حيت حنا عموما كنبغيو ديما نكونوا مع صحابنا ولا لي جون اللي كنعرفوهم ولا الفاميلا، ولكن ملي بغيتي تكتب ما خصك تكون بوحدك. دونك من هنا جات واحد بالنسبه لي واحد صوت دو كاركتير اللي ولا اللي معروف عليه، معروف به، يعني ما كتلقانيش بزاف مع الناس. اون فيت تلاقى مع عندي اصدقاء قلال اكسيتيرا، ناس ما عارف بزاف، مي ديما انا فاش كنحاول كل نهار نستافد شي حاجه، نقرا مجله، نقرا كتاب، نكتب فكره، عندي ديما مدونات نكتب عليهم اكسيتيرا. دونك يعني هي ملي كنجي تنشوف هي ماشي حاجه صعيبه، غير خصك توظف، يعني دير بروغرام. انا بالنسبه لي كل سيمانه اول حاجه كندير بروغرام تاع لا سيمين، اش خصني ندير في هاد لا سيمين. وبيان سور حوايج كيتزادوا، يعني ملي كتبروغرامي تخدم على قصه قصيره ولا على سيناريو ولا شي حاجه، ديما كتلقى كتجيك اون كونسلطاسيون ولا شي حاجه بحال هكا خصك تجاوب عليها، حتى هي خصك تدخلها في البروغرام. دونك ابري هي غير يعني علاش الناس تيخدموا ملي كيخدموا في اي اداره ولا في شي حاجه تيخدموا 8 السوايع، وعلاش الفنان حتى هو ما خصوش يخدم 8 السوايع مثلا؟ الو كنت تقدر تخدم اكثر 10 السوايع ولا قل ولا اكثر يتوسط. دونك بالنسبه ليا هي غير طريقه تاع تنظيم الساعات تاع كل واحد. كل نهار خصك تنظمو بواحد الطريقه اللي تخليك دير بزاف الحوايج ولا جوج ولا ثلاثه الحوايج. ملي كدوز سيمانه كتلقى راسك قضيتي بزاف الحوايج، ملي كدوز شهر اكسيتيرا، وتقدر تشوف بهذه الطريقه هذا. يعني انا بالنسبه لي ما عمري ما حد ما تنسولوني هاد الناس هاد السؤال، ما عمري ما حسيت بانني غير خدام. انا بالعكس كنخدم، كان في الخدمه تاعي كاين واحد المتعه اللي كبيره بزاف ما كتشبهش الخدمه، يعني ماشي خدمه. ابري عندي الوقت للوليدات تاعي، عندي الوقت للوالده، عندي الوقت للاصدقاء الصديقات. دونك هي غير عقلانه تاع الوقت وصافي، يعني ما نبقاوش غير مرخيين يتسى باش نقدروا نديروا بزاف د الحوايج. وي تماما، هذه هاد الحاجه كتانسبيري شباب منك بزاف. ولكن وانت كتجاوبني على هذا السؤال هذا دويتي على واحد القضيه، هي الكاركتير سبيسيال ديالك، هو من الحوايج اللي كتخليك مميز بزاف، وكتخلي حتى الناس يقولوا عليك كونتروفيرشال، يعني مثير للجدال ولا شي حاجه. وكيقولوا عليك مثلا الا قلبتي الهيدلاينز يقول لك علاش ما تكونش بحال كاع المخرجين ولا ما تكونش بحال كاع الكتاب، ما يكونش عندك الكاركتير ديالك. واش هذا الاختلاف تيخليك تكون مشهور كثر وكتربح كثر، ولا كيبعد عليك بعض لي زوبورتونيتي؟ لا، تنظن بان القصه تاع القصه الفكره الاولى هي لا سانسيريتي، هونستي. اما الواحد خصو يكون اونيت، ما يكونش كيدعي شي حوايج، باسكو دغيا كتعيا الا كنتي كدير راسك كتمثل واحد الشخصيه دغيا كتعيا. انا بالنسبه لي ماشي ضروري نكون قريب من الناس كاملين، لانني انا ما كندير السياسه ولا غينتخبوا عليا ولا شي حاجه. بالنسبه لي انا عندي افكار توعي، ومهم المهم في هذه الافكار هو اننا كنحاوروا المجتمع، كنحاوروا الناس، كنحاوروا بزاف د الحوايج. وبعض المرات المجتمع ما تيقبلش هذاك الحوار تاعو، الجدليه ما كتكونش بزاف مقبوله في المجتمع، حيت الناس عزيز عليهم يكونوا عارفين واحد الفكره ويعيشوا عليها، وما تجيش تزعزع عليها اليوم، ما تجيش تقول لهم هذه الفكره اللي عايش عليها انت راه خاطئه، راه ماشي، لا محل لها من الاعراب. دونك بالنسبه لي انا مهم بزاف بانني الفنان يكون يسائل المجتمع، الكاتب خصو يكون يسائل المجتمع. حيت الا ما سائلتيش المجتمع كتكون في الكونسوماسيون، يعني في الاستهلاك. ما هو استهلاكي هو ماكدونالد وكايف سي وداكشي تستا. دونك انا بالنسبه لي بالعكس
الحاجه الى داس مرور الكرام سبدير ما عندهاش قيمه. الا كانت طرحات واحد الجدليه ولا طرحات مشكل ولا خلات شي ناس شويه مالاليز ولا شي حاجه سبدير يكون عندها قيمه في المجتمع. لان شنو هي الحاجه اللي كتضرك في خاطرك؟ هي الحاجه اللي ما كتقدرش عليها. شنو هي الحاجه اللي كتقلقك؟ هي الحاجه اللي كتديباسيك اكسيتيرا اكسيتيرا. وبزاف الحوايج بحال هكا. انا بالنسبه لي ماشي كنقولوا كيقولوا كونتروفيرسيال كي سامي ما جاتش من الرغبه باش نكون زعما غير مشاكس ولا شي حاجه. لا بالعكس كنحاول نسال اللي ظواهر في المجتمع. حيت حنا ما تنهضروش على ميم في سيدي فالونتان ما تنهضرش على شي حاجه اخرى من غير باننا في المغرب الا ما كنتيش عندك برتوش ولا ما عندكش فين تمشي ولا ما عندكش سميتو راه كتولي محنسرتي وكتبقى بنادم ما عندوش ديك الحريه كيخاف من البوليس يخاف يشدو اكسيتيرا. يعني ما كتعيش واحد ما كتحسش بانك الا كنتي غادي انت والصديقه تاعك ولا البنت غاديه مع الصديق تاعها غتكون في حريه ديما مخلوعه ديما شوفها باها ديما غيشوفها خوها ولا غيشوفها البوليس ولا يعني تا من بين اللقطات اللي درت في الفيلم الاول تاعي هو انني بينت واحد القاعده السينما شي واحد ما كيتفرج الناس فيها ولكن كل واحد جاي باش يكون مع صاحبته يبوسها ولا شي حاجه بحال هكا ولكن ما تيتفرج لانه الناس ملجا وهي ميتا فينا للسينما. يعني السينما ملجا للناس اللي ما عندهمش فين يمشيو فهي تا هي بحال هكا. دونك انا بالنسبه لي ما عمري ما تنقلب على الحاجه اللي هي زعما نثير الجدال ولا شي حاجه. بالعكس كنحاول نكون صريح. بعض المرات الصراحه كتضر تماما كتقول كتجي على الجرح اللي تيضر وتتحرد بحال هكا اي تسا. دونك هذا ما زعما مولف على هذه القضيه لان الناس في الاول تيقدروا يتقلقوا ولا شي حاجه ولكن تيدوز شويه على الوقت وتيقول لك راه بصح راه عندك الصح في هذا الشيء اللي قلتي. زعما ما تتكونش يعني خصك بنادم يصبر ما يكونش يتفاعل بواحد الطريقه اللي هي شرسه مع هذا الشيء لان الناس واخا كتبدلوا الراي وكتلقى ديك الانتيليجنس سوسيال. يعني كتلقى بان ملي كتجي كتهضر على بعض الظواهر اللي عندنا في المغرب كاين اللي باغي نخبيوها كاين اللي ما بغيتش يشوفوها حيت هذا هو الاسلوب تاع الديماغوجيا. يعني ما نبينوا غير الحاجه اللي زوينه ولكن الا ما شفناش الحاجه اللي خايبه راه ما نقدروش نعالجوها ما نقدروش نتجاوزوها اكسيتيرا اكسيتيرا. وفي علم النفس كيتسمى لو ديني يعني النكران. يعني كننكروا بان حاجه خايبه كاينه. يعني غير واحد شباب الظواهر اللي تشوف كتلقى بنت غاديه في الزنقه وواحد تيعيرها علاش حيت لابسه زوين ونقيه اكسيتيرا ولا فرمدان اكسيتيرا. لهذا الشيء اللي خصنا نتجاوزوه. تنظن بان كل واحد غادي يتعلق بالكراعو في الاخر كاع شيوا. دونك كل واحد يعيش الحريه تاعو كيما بغاها في اطار ما هو احترام للمواطنه احترام للقانون احترام للاخر احترام حريه الاشخاص الاخرين صافي. زعما شكون هادو هما القوانين اللي مهمه لو غاس كيبقى غير واش معانا ولا ضدنا ولا سميتو. تنظن بان هذا الشيء متجاوز في هذه الحقبه هذه. كيف قلتي في واحد الانترفيو ديالك الا ما كنتيش كتحارب مع شي حاجه غتكون كتحارب ضد كل شيء. والحاجه اللي كنشوفوها عندك بزاف هي هاد لاشوش ديال الصراحه والونوتي اللي دويتي عليها. هاد لاشوش ديالك كتبان بزاف في الافلام ديالك مثلا ضربه في الراس هوم الكلاب وحتى سيدي فالونتان الاخر. ولكن عندك حتى لي رومون وحتى لي رومون غرافيك مثلا المروك فوضى لي فيلوسيفر. شنو الفرق ما بين هاد لاشوش فاش كتلقاها في الافلام وهاد لاشوش فاش كتحطها في لي رومون وشنو خلاك دوز لي رومون من الافلام؟ لا وقتك تعرف بأن أول حاجة خرجت من عندي زعما خرجت هي ستي كتاب ستي مسرحية 2003 ولا 2004 جبونس. ربحت واحد الجائزة اتحاد كتاب المغرب أول مرة كانوا عطاوها التكست بالفرنسية. دونك فوالا. دونك أنا بالنسبة لي كاين ما كاينش فرق بين يعني ما كاينش هذا المسار وهذا المسار. يعني بالعكس حاجة وحدة. أنا كما كنقول حاجة وحدة حيت ملي كنكتب فيلم راه كنكتب سيناريو والسيناريو الى 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 درجه ما راه كيبقى قصه يعني روايه تقريبا يعني 120 صفحه تاع اش كتعاود في هذا الفيلم هذا. يعني هي كتابه اصلا. دونك ملي واش هادي ولا فيلم ولا 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 روايه زعما ما تبقى غير الشكل والاسلوب اللي كيتبدل شي شويه لان الكتابه السن تاع السيناريو شويه تقنيه اما الكتابه تاع الادب هو يعني كنبقى في ما هو شاعري ولا ادبي ولا واحد الطريقه مغايره اخرى في الكتابه فين اللغه عندها اهميه تاعها. دونك
بالنسبه ليا زعما كيبقى جسم واحد ولا عمله واحده عندها جوج وجوه. يعني انا بالنسبه ليا كنبقى ديما في الستوري تيلينغ في الحكي. يعني ما الحكي زعما سي ملي كتجينا الفكره كنحاولوا نوظفوها ولا نحوروها ولا نكتبوها ولا نديفلوبيوها بواحد الطريقه اللي كتولي بعد مره فيلم، بعد مره كتولي روايه، بعد مره قصه قصيره، بعد مره ارتيكل اكسترا اكسترا. دونك وي وذكر شي ان مثلا كيف قلتي واحد الفكره ولا واحد الاحساس اللي كنحولوه لشي حاجه. حنا عارفين ان هشام العسري ولد عين السبع ولد كازا، واش هادشي اللي خلاك انك تكون ديما انسبيري بالمدينه ديال الدار البيضاء والحب ديالك للدار البيضاء مثلا في الكتاب ديالك المروك في بزاف ديال الافلام ديالك؟ هي اكثر من هكا. انا بالنسبه ليا ما قدرتش نعيش في بلدان اخرين، يعني كنمشي وتنجي تمشي وتنجي، ما كنقدرش نعيش من غير بركازا. هادي زعما سيتي زعما كان واحد الحاجه اللي ملي اكتشفتها جاتني في شكل وزوينه، بانك ما تقدرش تمشي تبعد على لي غاسين تاعك على الجذور تاعك. الحاجه الثانيه هو ان الدار البيضاء ديما كتانسبيريني. انا كبرت في الكازا، كبرت انا ودعيس فات، كبرت في كازا يعني من الطفوله تاعي. دونك كنشوفها كيفاش كتبدل مع العين بان كازا ما فيهاش شي معالم معروفه بزاف. دابا كل المسجد الحسن الثاني ما فيهاش شي حوايج اللي طونجيبل. يعني ملي غتفكر في شي مدن غتلقى جامع الفناء ولا الاهرامات ولا شي حاجه بحال هكا. احنا ما عندناش هذه القضيه، ولكن عندنا واحد الروح اللي هي كدوز في المدينه كامله، واحد ديتا ديسبري، واحد لا مونتاليتي، واحد الالكتريسيتي، يعني واحد المناخ. كاين واحد المناخ ميكرو كليما في كازا اللي كيعجبني انا بزاف وكيانسبيريني بزاف. وملي كنصور انا عز علي نصور ديما في اون اكستيريور، يعني في الشوارع وفي الاماكن في الخارجيه. دونك كل مره كتعطيني حاجه مغايره، كل مره كنلقى بلاصه مغايره اكسيتيرا اكسيتيرا، مع العين بانه ولو بزاف تاع السيارات وشوي السيارات ما كيعجبنيش نصور بيناتهم باسكو كيخسروا لو ديكور كما كنقولوا تشوا. دونك بالنسبه ليا هذا هو هذه ابخي انا الماسبير سيتي ميوس بور موا كازابلانكا. دونك سا ماسبير توجور. اي بي فوالا. دويتي على انسبيراسيون ديالك من كازا، كيفاش هاد الحب ديالك لكازا اثر على الابداع ديالك؟ لا هو تاثير ايجابي، لان الدار البيضاء باش زوينه كتلقى فيها اماكن اللي حديثه، اماكن اللي قديمه، اماكن بوست ابوكاليبتيك اكسيتيرا اكسيتيرا. هي ديما في مخاض، يعني المدينه ما كتبداش ما كتساليش. دونك انا بالنسبه ليا كاينه فكره هنايا، كاينه فكره. انا عزيز عليا الاركتيكتور، لان بالنسبه ليا كتابه السيناريو هي سي عمل هندسي بالدرجه الاولى. كنبنيو كنبنيو واحد القاعده، كنبنيو واحد القصه، كنبنيو لي زيتاج تاعها، كنبنيو الشخوص اكسيتيرا. يعني لا ميتافور تاع كتابه السيناريو هي الهندسه. دونك الدار البيضاء كتعطيني الامكانيه بانني نشوف بطريقه مغايره، يعني كتعطيني كيفاش الحوايج كنقدروا نشوف. كاين اللي كيكون عايش في شي بلايص الدار البيضاء 20 عام وما عمره ما تيشوف شي حوايج اللي هما غير قدام عينيه. يعني الا هزيتي راسك كتشوف حاجه اخرى، هبطتي راسك كتشوف حاجه اخرى. دونك بالنسبه لي هذا هو الكوتي كاميليون، الكوتي يعني متغير تاع الدار البيضاء. وكل مره كتكون عندها واحد الشكل اخر مغاير. انا عزيز عليا ليتخا القطار وداك الشيء، عزيز عليا ديما تنصور لوطخا. ما عمري ما صورت وسط لوطخا باسكو بعد ما كيهمنيش نصور وسط لوطخا، ولكن ديما تنصور لوطخا كيدوز السكك الحديديه سو جون دو شوز، لان عندهم البوتونسيال ناراتيف تاع كاع القصص ممكنه. اي واحد يمشي لاي بلاصه وهذوك الخطوط اللي هما السكك الحديديه يعني هي بحال سطوره خصنا نقدروا نعمروهم نكتبوا عليهم بحال الخطوط في كي دفتر ولا شي حاجه بحال هكا. دونك كاين بزاف الحوايج اللي بحال هكا، يعني ملي كنشوفوا الاماكن اللي كانت اندستريال وما بقاتش، المنطقه الصناعيه تاع الدار البيضاء يعني اللي كانت قبل في الثمانينات في السبعينات اللي ما بقاتش دابا، ولا عندها واحد الشكل اللي هو كيعجبني انا بزاف، لان البنايات كبار ولكن خاويين، لان فيهم الالات، فيهم بزاف الحوايج اللي قدامو وصداو اكسيتيرا. دونك انا بالنسبه لي سي الكوتي ان بو بوست ابوكاليبتيك، يعني ما بعد نهايه العالم. هذا الابداع ديالك خلاك واحد من الوجوه المعروفه ماشي غير وطنيا ولكن دوليا. دونك قول لنا شنو نظرك في الوجهه الفنيه ديال المغرب ولا سين ديال الفن اللي في المغرب، كيفاش كتبان لك انت؟ تنظن بان هو الحاجه اللي مهمه هو ان الفن هو مسار شخصي. يعني كل واحد عنده مسار تاعه مغاير، عنده بعد ما تكون عنده لا شونس، بعد ما تكونش عنده لا شونس. يعني هذه اهم حاجه، ولكن الواحد الا كان كيخدم
كي تعبر اكسيتيرا تقدر يحقق بزاف الحوايج، يقدر يقرب من الناس، كيقدر العمل تاعو يتشاف برا كما كان. انا مع العلم بانني كندير واحد السينما اللي ماشي 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 كوميرسيال، ماشي سهله التناول، ولكن واحد الوحده الناس فهموها تيوا هنا وبرا فهموها. هي ماشي فورسيمو للجمهور الكبير، يعني ماشي الناس اللي كيتفرجوا فورسيمو في التلفازات وصافي ما يفهموها. وصندن بان الحاجه اللي باقي ما فهمناهاش في المغرب، يعني من خلال المؤسسات تاعنا، من خلال ميم اشخاص تاعنا، هو اننا احنا في واحد الحرب اللي هي دو سوفت باور. يعني خصنا نفرضوا راسنا باش 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 الاعمال تاعنا تكون قريبه من نتفليكس ولا من اولو ولا من اي بلاصه بحال هكا، وما تكونش غير هذوك الاعمال اللي كتهدر كتشوف المشاكل تاعنا. تقدر تكون لو سوفت باور سي با نصوروا فيلم على حاجه زوينه بالضروريه. سوفت باور هو كيفاش نهضروا على راسنا بواحد الطريقه اللي كتكبر منا، كتكبر بينا، وكتعطينا واحد النوع من برايد. شوف مهمه بزاف هذه القضيه، بان من كتجي كتشوف كتلقى دول صغيره كتلقى عندهم بلاصتهم في كاع المحافل الدوليه، وحنا مازال مضاربين غير على قبل لا سانسور، مقابلين على مضاربين على قبل الرقابه، مضاربين على قبل لا كوربسيون، يعني في لي كوميسيون في دي شوز كوم سا. باقي ما وصلناش نعرفوا بان فيلم الى الدار وهضر على المغرب واحد الطريقه اللي هي بيرسونيل كيتسمى كيتزاد، كتولي بحال انكارت احسن من السياسه، احسن من الدبلوماسيه، بحال في الكره. يعني الكره المغربي تيربح في كاس العالم كتحطو في لاكارت ناسيونال، كتحطو في لاكارت انترناسيونال. زعما الناس كيوليو تيسولو على 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 فين في المغرب، شنو هو المغرب، اش كيديروا في المغاربه، وهذه كتعاون المجالات الاخرين. يعني الى 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 خلينا طلقنا شي شويه، حلينا البيبان باش نصوروا المغرب كيما بغينا حنا، حيت دابا غير كتبغي تصور كيوقف عليك مقدم، كيوقف عليك هذا، كيوقف عليك هذا، شوف ما كتلقاش ديك الحريه. الوغ كو نورمالمون الى اي فيلم كيدار في المغرب خصو يكون ان ليتر دامور على المغرب، على بلادنا الدار البيضاء وكاع المدن، ماشي غير مدينه وحده. دونك هنا الناس كيشوفوها برا يقدروا يتفرجوا، ولكن خصها باش يشوفوها برا خصها تكون عندها واحد القيمه فنيه اللي طالعه بزاف، لان بزاف تلوفر كاينه. علاش غادي يشوفوك انت فيلم تاعك في الشينوا؟ خصنا نعاودوا اعاده التفكير في هذه القضيه هذه. نساو ديك الفكره تاع التبسيط، باسكو ولينا تنسمعوا بزاف بان خصك دير سينما مبسطه باش يتفرجوا فيها الناس في الميغاغاما مثلا. علاش لا؟ علاش ما نقولوش بان محتاجين ندير واحد السينما اللي غيتفرجوا فيها الناس في الميغاغاما، اللي غتكون مبسطه الى اقصى درجه؟ بعض المرات ما كتكونش كاع السينما، ولكن محتاجين واحد النوع من السينما اللي كتمشي كتخترق الحدود، كتهضر علينا بواحد الطريقه اللي مهمه. الا جينا قلنا للناس بان غير الزليج اللي تخترع في المغرب عنده 1000 عام، مهمه بزاف هذه الفكره. يعني خصنا نوظفوها ماشي بطريقه دوكيمونتير ولا داكشي العام زين ولا شي حاجه، لا، نوظفوها بطريقه سينمائيه. وطريقه سينمائيه ماشي خصنا دراماتورجي، خصنا كتابه سينمائيه مهمه باش يكون عندها قيمه فنيه. دونك حنا هذه القيمه الفنيه بعض المرات ما نفهموهاش، كتوحل غير مع عندك تقول هادي ولا ما تقولش هذه الكلمه ولا قول هذه الكلمه ولا اكسيتيرا اكسيتيرا، اللي هما واحد شويه تبسيط خايب بزاف الاعمال السينمائيه. يعني وهذا الشيء مازال حتى في التلفازه بحال هكا بطريقه نفس الطريقه تقريبا. يعني داك الشيء علاش باقي ما عندناش بلاصتنا في نتفليكس، داك الشيء علاش باقي ما عندناش بلاصتنا في ستريمر الكبار اي تو سا، باسكو واحد اللحظه كيشوفوا بان الافلام اللي كتخرج من المغرب ولا الافلام اللي في المسلسلات لشي حاجه باقا ما عندهاش قيمه فنيه طالعه بزاف باش تستاهل تحط تما. مع العلم بان ماشي ضروري كاع داكشي اللي كيدوز في نتفليكس مهم، ولا في هولو ولا في امازون ولا في ديزني بلس ولا شي حاجه، تيوا كتكون ما كاينش حوايج اللي ضعاف، ماشي مشكل تيوا. دونك ولكن هذا كتكون فكره فين خصو يتحد الجسم البوليتيك، يعني المؤسسات المغربيه مع الفنانين يخلقوا كلكي شوز. المشكل هو اننا ما كيتفاهموش، الناس ما تيتفاهموش بعضياتهم باش يوصلوا لهاد لا ديمونسيون سوفت باور. وي وذكرتي بزاف، ولكن هذا بالنسبه لي مهمه بزاف هاد القضيه، باسكو تكون عند زعما دي كونسيكونس مهمين ما هو جاي. دونك ما خصناش نبقاو نفكروا كل واحد كيدير فيلم تاعو بوحدو، خصنا نفكروا بان عموما كما كنديروا مثلا مع الكره القدم،
انا نعاود لكم واحد الانكدوت اللي زوينه بزاف. انا كنت في لوس انجلوس غير هذه اقل من 3 سيمانات، وراكب مع واحد اوبر يعني بحال تاكسي، كنهضروا وملي قلت ليه انا في المغرب اش قال لي؟ قال لي بادو الزاكي. عارف بادو زاكي؟ عارف بادو الزاكي؟ وملي سولته قال لي حيت في 86 كان هو في المكسيك، كانوا كيشجعوا المغرب حيت المغرب كانوا هما اندر دوغز، وي وكنحسوا بهم قراب ليهم، دونك وعقلوا على بادو الزاكي اللي قال لك كان عفريت هذاك الغارديان اكسيتيرا اكسيتيرا. تخيل معايا يعني في سانسيت ستريب في ميريكان في لوس انجلوس في تاكسي كيهضر معاك مكسيكي على بادو الزاكي. هذا هو السوفت باور، يعني السينما تاعنا لهذه الدرجه. هذا يعني ماشي بالضروري نديروا ديك السينما البورنوغرافيه تاع المشاكل تاعنا وديك كاع اللي كنعانيو، لا نقدروا نديروا وستير، نقدروا نديروا وستير شلح، نقدروا نديروا وستير كوسكوس، نقدروا نديروا فيلم داكسيون، نقدروا نديروا شي حاجه بحال ماد ماكس. يعني خصنا غير واحد الرغبه باش نخرجوا من ديك السينما تاع الموضوع اهم من الكتابه السينمائيه، وندخلوا للسينما اللي هي عندها واحد البعد اخر، يعني كتقول علينا شي حوايج اخرين كما في الراب مثلا. انا جيم بوكو الجروندي توتو باسكو انا بالنسبه ليا كان هو طفران بارابور. انا بالنسبه ليا انا من جينيراسيون اللي كبرات مع هوبا سبيريس مثلا، الجروندي توتو جاب واحد الحاجه اخرى، شندون جاب واحد الموسيقى اخرى، جاب واحد روح اخرى اكسيتيرا. هذا هو اللي مهم تنظن وتتحس بها، تتحس بها يعني واحد ملي كيولي عنده بزاف تاع المقلدين سابادير كي لا اتان واحد لا ديمونسيون اللي مهمه بزاف. كيف ذكرتي بادو الزاكي، كيف ذكرتي الكراندي توتو، شحال واحد قدر يوصلنا للعالميه، ولكن كيف حنا كمبدعين اللي ككتاب ولا كمخرجين ولا كمغنيين شنو نقدروا نديروا باش نبدلوا هادشي اللي كنشوفوا في المغرب اللي ما عجبناش؟ لا تنظن بانك ما خصناش نبدلو، خصنا نخليو البلاصه كل واحد عنده بلاصتو تيتو، حيت الا بغينا نبدلو غنولي عاوتاني في ديك التوتاليتاريزم تاع كل شكون هو اللي عنده الحق يقول بان هذه خصها تكون وهذه ما خصهاش تكون، هذا كتسمى رقابه. لا خصنا نخليو نفهمو بان كل واحد عنده بلاصتو. كما قلت انا راه ما كاينش السينما وحده، كاين سينمات يعني كاين بزاف الانواع تاع السينما، وكل واحد عنده بعد تاعو، كاين اللي بسيط، كاين اللي كوميدي، كاين اللي استهلاكي، كاين اللي فيه واحد نوع من العمق اكسيتيرا. خصنا نفهمو بان هذا هو العالم، دونك ما خصناش نقولو خصنا نديرو غير نوع من السينما وحده ولا نمولو غير سينما وحده، لا خصنا نمولو ديك السينما اللي كدرنا في راسنا شي شويه، نمولو ديك السينما اللي كتسائلنا كمواطنين كمغاربه اكسيتيرا اكسيتيرا، كتعطينا كدرنا في راسنا شي شويه تيوا. باسكو اغلبيه الناس كيبغيو غير ما هو بسيط، الا ما فهمش كيولي المشكل تاع العمل. هذا ما كيطراش الا مشى تفرج شاف ان طابلو تاع بيكاسو ولا تاع شي بانتر كبير، ما كيقولش ما فهمتش، تيقول هذا زوين وصافي وتجمعوا تيتو. باسكو الا قال ما فهمش غايقول لك انت، يقولوا لي انت ما كتفهم والو. الفيلم بعض المرات كتعطيك الامكانيه بان واحد واخا ما فهمش في عوض مسائل راسه علاش ما فهمش ولا علاش ما فهمش شي حوايج اكسيتيرا، كيولي الفيلم خايب وصافي. دونك وكتحس بان بزاف تاع الناس كيبغيو غير نبسطو تيوا، والحاجه اللي بسيطه ديما كتكون عندها قيمه هابطه بزاف، الحاجه اللي ساهله اكسيتيرا كتكون عندها قيمه. دونك انا بالنسبه لي لا خصنا نفهموا بان كاينين بزاف البلايص، يعني بزاف الامكانيات بان نقوموا بزاف الحوايج او ميم طون، ماشي ضروري نعزلو غير حاجه وحده. يعني علاش انا الا ما نتعلمش لونغلي والفرنسي والاسبانيونيه الا كنت نقدر نتعلمهم بثلاثه في عوض من نتعلم غير لغه وحده؟ دونك هذه مهمه بزاف بالنسبه لنا. والناس خصهم يفهموا بان ماشي بالضروري تفرج غير في شي حاجه او ترتينين وصافي نو برينر، ضروري تفرج اوسي في شي حاجه ولا تقرا شي حاجه اللي هي شويه كتسائلك كتدفعك شي شويه، باسكو هذا كيتسمى الجدليه. يعني الجدليه كاينه في اي كاع الديانات كاع اللغات كاع الجدليه، وكنسالك ومن الجدليه كتجي الحضاره. لانني انا ما متفقش انا وياك ولكن غنهضروا، اطرح عليا سؤال وغنجاوبك، اطرح عليك سؤال وغتجاوبني، الى درجه انا غنلقى واحد الحل ثالث، واحد الطريقه ثالثه اللي هي كتقربنا من بزاف الحوايج، او ميم طون في هذاك السياق تاع الحديث كنلقاو مبادئ اللي مهمه بزاف ولا دي كونسيبت ولا 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 نظريات اللي كتقدر تقربنا من شكون حنا. وهذا هو الفلسفه، العمل الفلسفي هذا هو الخدمه تاعو، كيفاش كتقربنا من الذات تاعنا. سابديكو حنا ما عارفينش راسنا شكون واحد الطريقه واحد الى درجه كبيره،
والحياه تاعنا هي واحد التساؤل، شكون حنا؟ واش هادي تاعي؟ واش هادي مثلا؟ علاش ما كتعجبنيش هادي اكسيترا اكسيترا؟ علاش كتعجبني هادي؟ اش باغي ندير بالحياه تاعي؟ وي، وذكرتي واحد الحاجه في الاول اللي مهمه بزاف، ان كل واحد يعرف البلاصه ديالو. وحنا في المغرب عندنا واحد المشكل ديال 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 البلاصه ديال ديال الادب والبلاصه ديال الكتاب، وان الشعب ماشي يقراش بزاف، وعندنا مشكل ديال القرايه بزاف. بنظرك كيفاش نقدروا نواجهوا هذا المشكل ديال ان الشعب ماشي يقراش بزاف؟ تنظن بان ماشي الشعب ما تيقراش بزاف، تنظن بان واحد اللحظه لو سيستيم الى ما بغاش الشعب يقرا، يعني داروا كل شيء يعني في التربيه الوطنيه اكسيتيرا باش بنادم ما يكونش ما يحبوش ليه القرايه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، خرجنا من واحد الحقبه اللي كان بنادم ما قاريش، يعني كتلقى الوالدين ما قارينش، كيفاش غادي يقري ولادو 100% اكسيتيرا اكسيتيرا. دابا القضيه مغايره، دابا مع الانترنت اكسيتيرا اللي جون بنادم مابقاش مكونسونطري، لكن هذا ما تيعنيش بان ما كاينش الناس كيقراو، يعني كاين الناس كيقراو اللي هما اقليه. تنظن بان هنا كتبان لك كيفاش المجتمع هو جسم فيه دي انتي كور، لي انتي كور تاعو تيحاربوا الجهل، وكاينين دي انتي كور كيحاربوا الحضاره، دونك كيفاش كيضربوا بيناتهم. والحاجه المهمه بزاف، تنظن بان ماشي بالضروري نكتبوا غير باش يكون داك الشيء استهلاكي. انا بالنسبه لي كنكتب كتاب، انا بالنسبه لي ماشي ضروري يخرج يتباع كله دقه واحده ولا تكون، لا، كتاب كيبقى 20 عام 30 عام 40 عام 50 عام 60 عام اكسيتيرا، وكتولي واحد ان دوكيمون على واحد الحقبه ولا على واحد الوقت ولا واحد التاريخ. هذا هو المهم، يعني نخلي واحد لي تراس اللي كيهضروا علينا. اما في لا كريز تاع القراءه، تنظن بان كل جينيراسيون عندها حوايج تاعها اللي كتحارب ضدهم. دابا كنظن بان هذه الجينيراسيون هذه كلها الوقت تاعها كيمشي بزاف في انترنت، في انستغرام، في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا، كيتصوروا كيديروا كيمشي بزاف تاع الوقت باش ولكن هذه الحقبه هذه ما نقدروش نعاتبوها، لاننا غنوليو رجعيين. نقدروا نتفهموها وغادي نفهموا بان هذه الحقبه تاعي كاع الحقب الاخرين غادي تدوس وغادي ترجع حقبه اخرى فين غيكون هاد لافاتيك، يعني بنادم صافي غادي يطلع ليه هادشي في راسو باش نقولها بالطريقه هذه. دونك وحاجه اخرى، تنظن بان الى الوالدين كل والدين علموا ولادهم القراءه، يعني في الصغر، باسكو هنا كتولي المسؤوليه تاع العائله تاع الابوين، الى خلاو ولادهم يقراو من الصغر، هاد العاده هادي غتبقى معاهم، ماشي بنادم كيقرا غير باش ينجح في المدرسه. دونك هذه حاجه اخرى. دائما هشام العسري كيحاول يوصل دي ميساج من الكتب ديالو، من الافلام ديالو، من لي سيناريو ديالو. دابا باش كتشوف في الكاميرا وتعطينا ميساج لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا، للشباب بالخصوص وكل شيء بالعموم، ان ميساج دو مينوت. نو، انا ما كنحملش، زعما ما عنديش مع هاد القضيه نعطي لي ميساج ولا النصائح حيت تنظن بان كل واحد خصو يخدم. تنظن باننا كلنا كنحسوا باننا ما كنخدموش اسي، ما كنخدموش 100%، يعني باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا، وكنحاولوا نلقاو بان المجتمع ولا الناس ولا الوالدين ولا النظام ولا سيسكوغ كيكون حاجز بينه وبين الحلم تاعنا. الوغ كو سي فو، تنظن باننا حنا في العالم ماشي في المغرب، وفي العالم كاينين امكانيات وبوسيبيليتي كبار بزاف الا كانت عندك الخدمه بزاف وشويه تاع الزهر. دونك الحاجه الوحيده اللي غنقول للناس هو يكونوا واحد الشخصيه اللي تاعهم هما، اللي قريبه منهم، واخا واحد اللحظه غتكون خارج عن المجتمع، خارج عن الجماعه كما كيقولوا، تما غادي تبدا المسار تاع كل واحد اش باغي يدير. كاين اللي باغي يدير بي ام، كاين اللي باغي يدير ستارت اب، كاين اللي باغي يولي كاتب، كاين اللي باغي يولي مخرج ولا ممثل اكسيتيرا. نفس الفكره كتطبق على كاع هاد المجالات، يعني الا خديتي شويه الوقت باش تفورمي راسك، خديت شوية الوقت تدير الأبحاث، خديت شوية الوقت باش تحاول تحسن شكون هو نتايا، تنظن بأنك تلقى واحد الحتى كتلقى راسك في الخطوة الأولى والثانية والثالثة تاع المسار اللي بغيتي نتايا. ماشي ضروري غتولي إن غروند ستار ولا شي حاجة، ولكن غتولي الصوت تاعك غادي يوصل للعالم. فوالا. شكرا لك سي هشام لقبول الدعوة والحلقة الجد مميزة، وشكرا لكم المتابعة، نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.